قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. لن تتحقق دون التحرك نحو السلام بين إسرائيل وفلسطين. هذه كانت وجهة نظر جون كيري حول خطته التي اقترحها لتحفيز النمو الفلسطيني، تصل كلفتها إلى 4 مليارات دولار، وذلك في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن. جون كيري الذي لم يكشف عن الجهة التي ستوفر المبلغ رسم صورة لتحقيق الرخاء في الضفة الغربية والتي قد تمتد إلى الكيان الصهيوني والأردن. أما شيمون بيريز والذي بدا مستعداً للمفاوضات فيما جيشه وترسانته العسكرية تقوم بضم آلاف الدنومات وتقدم الأراضي العربية، وهذا ما أكده الباحث في شؤون الاستيطان ديرور أتكيس الذي قال إن التصريحات الرسمية وخاصة من قبل رئيس الحكومة حول حل الدولتين ما هي إلا تصريحات تافهة، لأنه يتم ضم أراض وبشكل هادئ للمستوطنات من أجل توسيعها. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي اتفاق أو دولة ذات حدود مؤقتة، بالمقابل هو جاهز للانخراط بالمفاوضات. التوسع الإسرائيلي وقضم وضم الأراضي الفلسطينية قسرا وعنوة وزورا وبهتانا كان وما زال حجر عثرة في وجه أي اتفاق أو تسوية، وهذا ما تحدث بصدده كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الذي قال إن إيقاف الاستيطان الإسرائيلي قبل الشروع في أي مفاوضات مع الكيان هو أمر واجب وضروري ومهم. 4 مليارات دولار لتحفيز النمو الفلسطيني تقدم، فيما تقدم الأراضي العربية من قبل كيان غاصب. الأجدر بك قبل تقديمك لحفنة الدولارات هذه أن تسعى لإيقاف الاستيطان، أليس كذلك يا كيري؟ يسألك الشعب العربي. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسما بذاك ونحن الصادقون.